طبيعي رانيا يوسف تهاجمني وتقول عليا أحلى الوحشين لأنها بتغير مني علشان أنا ملكة جمال وهي لأ. هبة السيسي اتكلمت وفتحت قلبها وردت على تصريحات رانيا يوسف ضدها، قالت إنها مستغربة من كلام رانيا يوسف بالشكل ده عنها رغم إن مفيش أي علاقة تجمعهم سوا ولا حتى أصحاب من بعيد، لكن تصريح رانيا يوسف بيأكد إنها غيرانة ومن جواها هتموت مني. إيه اللي قالته رانيا يوسف عن هبة السيسي خلاها متضايقة منها قوي كده؟ واشمعنى هبة ردت على التصريحات دي في الوقت الحالي؟ الحكاية وما فيها إن هبة السيسي تم دعوتها في مهرجان القاهرة السينمائي، وبعد ما طلعت على الريد كاربت وخدت الكام صورة واليوم مشي تمام، هبة بتقول روحت البيت ونمت وصحيت على رسائل كتير جدا بسبب الفستان اللي كنت لابساه، استغربت ماله فستاني؟ لكن فهمت سبب الضجة اللي اتعملت، الفستان تصميمه اتغير وحصل تقصير في البطانة فظهر كأنه عريان بشكل مبالغ فيه، وناس كتير قالوا إني بقلد رانيا يوسف، لكن أنا أصلا ما كنتش أعرف إن رانيا لبست فستان من غير بطانة قبل كده. هبة قالت كمان إن لقب ملكة الجمال ده مجنن ناس كتير منها ومخليهم الغيرة تاكل فيهم، وقالت إن رانيا يوسف هي أول الناس دي، ورغم إن رانيا نجمة كبيرة سابقة هبة بسنين ضوئية في التمثيل والشهرة، لكن لقب ملكة الجمال منكد عليها ومخليها شايفاني عدوتها اللدودة. وضحت هبة السيسي سبب بعدها عن الفن وإنها ما قدرتش تكمل رغم إنها في فترة كانت طلب عليها كتير، وقالت أمي دمرتني لما ماتت، كانت هي اللي بتعمل الأكل والشرب وبتربي بنتي، أنا ما كنتش بعرف أعمل أي حاجة وكنت معتمدة عليها في كل شيء، ولما خلفت تاني كنت مطمنة علشان أمي هي اللي هتربيها زي بنتي الأولى، لكن أمي ماتت وأنا اللي ربيت بنتي التانية، فضلت سنة بحالها حزينة ومش عارفة أعيش، وكنت بدخل كل يومين في غيبوبة وكنت هموت علشان ما كنتش باكل نهائي. هبة السيسي قالت إن دعوتها لمهرجان القاهرة السينمائي هو الحاجة الوحيدة اللي بتخرجها من الاكتئاب، وآخر مهرجان حضرته كان مختلف ومبهج علشان المسؤول عنه كان حسين فهمي. وقالت كمان ربنا مش بيدي للإنسان كل حاجة، يعني أنا بعدت عن الفن والدنيا خدتني وما كانش ليا حظ، ناس تانية الدنيا مشيت معاهم رغم إنهم ما عندهمش ربع موهبتي، بس ربنا اداني حاجات كتير حلوة وكفاية عليا بناتي هم أحلى وأغلى هدية من ربنا.